جبت حله او جبت يعني ووك. الووك ده بيبقى عباره عن طاسه غويطه وحطيتها على النار تسخن عشان اعمل فيها المبكبكه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه هعملها هو انه انا هحمر بس المكرونه شويه، فاجيب كده شويه من الزيت معقولين واسخنهم في الووك، واجيب بقى ايه ارتب المكونات اللي هحطها بعد المكرونه بالترتيب التالي. اول حاجه البيكن، وبعدين البصل، الكرفس، الثوم مع الفلفل المتقطع، الطماطم ومعجون الطماطم، وفي الاخر خالص البصل الاخضر. تعالوا نشوف كده درجه الحراره اخبارها ايه. معقوله ننزل هنا كده، نزلت كده بالمكرونه وهبتدي اقلب فيها كده على الهداوه لغايه ما تبتدي تلون لون خفيف كده. يلا كده حلو قوي. هاجي هنا هبتدي ان انا اطلع المكرونه، حاول بس اخدها من غير الزيت اللي معاها عشان الزيت ده هستخدمه حالا دلوقتي، هنشوفه مع بعض سوا. ارجع تاني الطاسه دي على النار او الووك على النار، واخد كده شرايح البيكن احطها هنا. هي مش هتفضل محافظه على الشكل اللي هي فيه ده على فكره، وهتبتدي تكش سنه كده وتبتدي تفرول، بس هي في الحقيقه هتدي طعم حلو قوي للوصفه بصرف النظر عن الشكل اللي هي هتكون عليه بعد ما تستوي. البيكن ده انا مش هخليه في الوصفه لغايه النهايه، انا دلوقتي بس بنكه الزيت ده، يعني بخلي الزيت ده ريحته بيكن، وبحمر البيكن ده نفسه لغايه ما يبقى مقرمش شويه. هشيل البيكن دلوقتي حالا، ومكان تحمير البيكن في الزيت المنكه ده هحط بقيه التشويحه، هتشوفوا ده حالا دلوقتي هنعمله سوا. اللي بدا يبقى مقرمش وجميل واروح حاطه في الطبق هنا. بس نحط الطبق ده هنا كده، ونيجي هنا نشتغل بقى في عمليه التشويح. نحط البصل، نديله تقليبة كده، ريحة حلوة قوي، ريحة بصل متشوح وفي ريحة بيكن باينة جدا. ده الكرفس بعد البصل، تقليبة كمان، وبعدين ده الثوم، استمر في التقليب، الفلفل، ريحة التشويح حلوة جدا، مش عايز بقى المكونات دي أغمقها. أروح جايب هنا معجون صلصة الطماطم، وهحط الطماطم المكعبات الفريش، ملح، ورشه من الفلفل الاسود، تقليبه، هحط بقى شويه ميه سخنه كده وجميله، وبعدين اجيب المكرونه ارجعها تستوي هنا، اديها تقليبه كده، عايزه شويه ميه كمان، اديها شويه ميه كمان زي ما هي عايزه. حلوة قوي كده. ولا هحط دلوقتي البيكن المتحمر، ولا هحط حلقات البصل، هسيب الاثنين دول للنهاية، الاثنين دول جارنش هيتحطوا في النهاية، مش بس تزيين، طعم كمان حلو جدا، وهتدي كده ايه فريشنس للأكل، هتديله كده تزاجة، تحس ان هو كده فريش. دي بسلة نصف مطهية، يعني ايه؟ يعني مسلوقة كده ايه سلقة الا ربع كده. بس حطيتها خلاص على المكرونه، هسيب بقى المكرونه كده مع نفسها تاخد غلوه كده وتستوي،
وتبقى تمام. السوية بتاعتها بصوا المبكبكة مش باستا إيطالية، فأكيد مش بتتاكل الدنتي، يعني مش بتتاكل فيها عضة، لازم تبقى مستوية كويس. هي دلوقتي الدنتي، فضل عليها تقريبا 3 دقايق كمان وتبقى استوت وبقت زي الفل. هسيبها زي ما هي كده على النار تكمل التسوية بتاعتها. انا عارف ان الكمية كبيرة على الطبق، بس انا مش عايز ابقي اي حاجة. الطبق ده مش ناقصه بس غير شوية صغيرين كده من ايه، شوية صغيرين من البيكن. هحط الاول البصل الاخضر، وشوية صغيرين كده ايه من البيكن اللي احنا، او هي كمية البيكن نفسها ما كانتش كتيرة فانا هحطها كلها. البيكن هنا مش حاجة اساسية، يعني هي ممكن تكون مبكبكة خضار عادي، بس هي القرمشة بتاعته دي هتدي قوام لطيف جدا، مع كمان ان احنا حاطين بصل اخضر فريش متقطع حلقات، هيدي برضو ريحة حلوة وطعم حلو كده للأكل. ده طبق المبكبكة، شايفين شكله عامل ازاي؟ لطيف جدا، ان شاء الله يعجبكم.